وخلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، اشتمل الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى على الكثير من المضامين الهامة، نستعرض أبرزها مع ضيفنا في استديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد. أستاذ محميد، بعد التحية، ما هي قراءتك لمضامين كلمة جلالة الملك المفدى في دور الانعقاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس؟ بداية نهنئ شعب البحرين بهذا اليوم التاريخي، هذا اليوم الجديد لعمل وطني متجدد. نعم. نعتبر احنا الصحفيين والإعلاميين في البحرين هذا اليوم خارطة الطريق نرسم فيها العمل الوطني، ونستدرك فيه كل الأمور التي ستحصل في الفترة المقبلة للوطن والمواطنين. بتزامن الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، تزامن هذا الخطاب السامي مع الاحتفالية بمئوية عدد من المجالات التنموية، صحيح. أنا شخصيا أصف هذا الخطاب هو خطاب المئوية الجديدة للدولة المدنية الحديثة. نعم. ما ذكره جلالة الملك من مضامين رفيعة في هذا الخطاب تضمن أمور كثيرة أتصور أنها لن تتحقق فقط في سنة واحدة، وفوائدها ودواعيها تحتاج للمزيد إن شاء الله من العمل والإنجاز، وهذا إن شاء الله قادرين عليها جميعا. نعم. في خطاب جلالة الملك المفدى توجه بشكر وتقدير للحكومة الموقرة ولمجلسي الشورى والنواب على الإنجازات التي تحققت في هذه المرحلة، ما هو تعليقكم أستاذ محميد على هذه النقطة؟ هو يعني من باب الأمانة والموضوعية أيضا نقول أن الدولة أنجزت الكثير. نعم. والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد أنجزت الكثير وقدمت الكثير من المبادرات والبرامج النوعية، ونحن في دولة قانون ومؤسسات، هناك سلطة تشريعية قامت بدورها، قدمت الدعم والمساندة لبرنامج عمل الحكومة ولتنفيذ برنامج التوازن المالي، ولدينا ولله الحمد سلطة قضائية ومؤسسة عدلية يحكمها الدستور تتعاون فيما بينها مع فصل سلطاتها. نعم. هذا الأمر وهذا الإنجاز نعم يستحق الشكر والتقدير. نعم. أستاذ محميد، في الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى وكما تناقلت وسائل الإعلام المحلية بتحديد تهديد حرية الملاحة الدولية التي أشار إليها جلالة الملك المفدى، تطرق جلالته في خلال هذه الكلمة إلى أهمية الوقوف بحزم والتصدي لهذه الاعتداءات. جلالة الملك أشار بإشارة جدا رفيعة أن الرخاء والأمن الإنساني لا يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي، فلا نمو اقتصادي بلا أمن واستقرار. نعم. وبالتالي أشار أيضا جلالة الملك حفظه الله ورعاه أن خمس اقتصاديات العالم تمر من هذه المنطقة، فبالتالي اقتصاد العالم يمر أيضا من هذه المنطقة، فبالتالي حمايته واجب جماعي وليس واجب فقط ومسؤولية دول المنطقة. نعم. تهديد حرية الملاحة يعد تحديا للنظام العالمي والاقتصاد الدولي كله. نعم. فلابد من التزام وإجراءات حازمة وحاسمة أيضا لهذا النظام المعتدي على حرية الملاحة الذي يضر بالاقتصاد العالمي كله وليس فقط دول المنطقة. نعم. هو خطاب ملكي سامي وشامل تضمن العديد من المضامين الهامة في تعزيز المسيرة الديمقراطية للمرحلة المستقبلية. الأستاذ محميد المحميد الكاتب الصحفي، كنت معنا ضيفا كريما في استوديو مركز الأخبار، شكرا جزيلا لك. شكرا.